كمل بقى البرنامج ده ايه اصلا؟ بص يا جماعه، هو البرنامج ده اصلا في الاساس اصله روسي، ولما جم فكروا يعملوه يعني ما شاء الله يعني الداونلود للموضوع ده تم بشكل يعني غير طبيعي وبكميات كبيره جدا، يعني يمكن عدت كمان ال 800,000 يعني واحد ممكن نزل الابلكيشن. طبعا الحمد لله ما جتش لحد دلوقتي مجدي نسيني متهيألي. الحمد لله. لا احنا سايبينك للاخر عشان المفاجاه. لا المفاجاه دي لا والله. يلا بينا. روبرت دينيرو والله العظيم شكلك شياكه واناقه. طب انت نسخه من روبرت دينيرو بجد هنا؟ نسخه من روبرت دينيرو بس يعني ما اعرفش. هل ده مبشر فبشر بالخير؟ ده حاجه كويسه. لا طبعا برضه متصابي كبير ومتصابي. لا على فكره، لا انت بجد من يعني من الرجاله. يلا بصي لا بس بقول لك ايه، جده عامر وجده فاروق هنا بقى سن الاكبر بوكس بعد 30 سنه، يعني هي طلعت في كذا سن للموضوع. ده ايه بوكس بعد 30 سنه؟ هنا بعد 80 سنه. انا وفاروق يا جماعه وعامر برضه مفيش فايده، العضلات برضه موجوده زي ما هي. لا لا اكيد هبقى خاسس بقى. لا مفيش بقى. هو بص هنا يعني ايه، كل يا جماعه اصدار يعني كل صوره مرحله سنيه مختلفه. انا قبليها كنت مرحله سنيه كويسه، كنت لسه فاهم، لسه فيا الامل يعني.